هذا الكندل بيبر وايت. بيبر وايت أحد اللوحيات اللي مرة سعر اقتصادي ومناسبة للمجلات والكتب. بسم الله بسم الله. أوكي شوف هذا هو حين كيف طريقة الفتح الصحيحة. هذا البيبر وايت يجي من هنا الظاهر. يس الطريقة دي. لاحظين الحجم كيف؟ شوف مقارنة باليد كده الكتابة تبان عليه، بس طبعا هو مو شغال. يجيك كتيب الإرشادات وبرضه الكيبل اللي من طرف تخيلوا مايكرو يو اس بي. شغلت أول تشغيل إضاءة أنت الشاشة بدأت تزبط. أضبط الإعدادات وترى الشاشة 6 إنش حجمها. الاستجابة دائما في الأنواع هذه تكون شوي بطيئة. أحد موديلات الكندل كونكت واي فاي قاعد يشبك ويضبط الإعدادات. يستخدم عليه نفس حساب أمازون حقكم. خلاص تمام الحين أبدأ المراجعة والتجربة وتابعوني. أضفت لوحة المفاتيح العربية، لاحظوا عربي، والكتب العربية كمان موجودة. نظرية الفستق.